السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام النهارده هنعمل معاكم طريقه عمل الحمام المحشي بالرز بطريقه سهله وباذن الله هتعجبكم اول حاجه احط معلقه زيت او معلقه سمنه واحط عليها الكبد اشوحها وبعد كده انزل بالبصل اول ما هتغمق معايا بعد كده زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط هنزل بالرز الرز يكون مغسول كويس جدا جدا من النشا وبعد كده هنزل بيه على البصله بتاعتي وهبدا ان انا اقلب وبعد كده هضيف له معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه سكر صغيره معلقه السكر الصغيره دي يا جماعه فايدتها ان هي اولا صحيا ان هي بتمنع الحموضه بتاعه المعده ثانيا بقى ان هي بتخلي الرز بتاع الحمام لونه بني كده ولون شكل بتاع مطاعم بيبقى شكله جميل وريحته برضو جميله جدا جدا احنا معانا جوز حمام النهارده هنعمله بالرز المحشي بالرز اللي احنا هنبقى مقطعين فيه كبده حمام او حاطينها صحيه طبعا انا سخنت مية في الكتل وبعد كده هنزل بيها على مية على الرز بتاع الحمام ولو عندك مكعب مرقة فراخ او دجاج حطيه برضو هتعلي التست معايا جدا وهيبقى طعمها تحفة جدا جدا آه بعد كده يا جماعة انا هبدأ ان انا احط صباعي كده جوه الحمامة وابدأ ان انا افرغ الجلد من جوه بس بشويش يا جماعة عشان هي طبقة الجلد بتاع الحمام بتبقى رويقة خالص جدا فبدل ما انت بتعملي هو او تعملي بسرعه تتقطع منك والحمام ما ينفعش ان هو يتحشي اول حاجه هبدا ان انا احشيها من عند الزور كده من فوق واحده واحده لغايه ما احشيها كامله بس يا جماعه بلاش ان احنا نكبس جامد علشان اول ما الميه تغلي معايا ممكن تنفجر لو هي مليانه زياده عن اللازم شايفين انا بنزل الحشو لتحت في في الاماكن اللي انا فرغتها بعد كده هحط الحشو جوه الرز وهبدا ان انا احطه بالمعلقه وبايدك ايا كانت الطريقه كده كده هتوصلي باذن الله وبعد كده هنكتف الحمام كلنا عارفين طبعا تكتيف الحمام وانا اهو ما انا بدات ان انا احطها قدامكم علشان تبقوا شايفين الرجلين بنحطهم خلف خلاف كده يا جماعه اه طريقه سهله جدا وبسيطه ومش اه مش هتتعبكم نهائي باذن الله بعد كده هحشر قنص اه 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 او كبده كده من تحت بحيث ان هو الرز ما ينزلش وهي اثناء السلق تاني واحدة بقى انا هبدأ ان انا اخليها كده من جوة في بيبقى في جلد رفيع كده ماسك في الجلد زي عروق كده دهنية تبقى خفيفة ورقيقة انا هبدأ ان انا اشيلها بصبعي وهبدأ ان انا احشي كمان وهحاول ان انا انزل كده كل ما هتحشي تحت الجلد يا جماعة كل ما هيبقى حجم الحمامة اكبر معاكي وتبقى شكلها كبير كده ومالية مركزها بعد كده هبدأ ان انا احشي الحمامة من جوه زي ما احنا شايفين هعمل الحمامة التانية وبكده اكون حشيت الحمامتين في حركة كده احنا كصعيدة يعني بنعملها ان احنا بنحط الجناحات كده تبقى واقفة زي الملكة فبنشوفهم مع بعض شايفين احنا عملنا شكلهم ازاي وممكن برضو تسيبيهم عادي لكن كده انا بفضل ان انا اعملهم كده بيبقوا شكلهم حلو جدا جدا حطيت مية على النار وبعد كده المية اول ما هتغلي أحط الحمام على طول حطيت ورق لورق وحطيت طماطماية وهنحط بصلة ولو في عندك حبهان حطي اتنين بالظبط بتبقى مخليه ريحه الشوربه جميل جدا وطبعا احنا حاطين الملح جوه الحشوه على حسب الرغبه دي يا جماعة خطوة مهمة جدا جدا انا بحب اعملها في الحمام علشان بيدي اللون البمبة وكمان الجلد ده في ناس بترميه لكن جلد الحمام بيبقى خفيف وطعمه ظريف جدا فانا حبيت ان انا احط حبة كاتشب كده كده الكاتشب مش بيبقى باين فيه بعد السوى نهائي جدا بس هو ما الا الا بيدي اللون المحمر الجميل ده اللي احنا شايفينه في الطاسة وبكده هنكون خلصنا الوصفة بتاعت النهاردة طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة وبإذن الله تعجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد شكرا جدا للمشاهدة مع السلامة